انا ضحيه من ضحايا باب دارنا اللي نصيب علينا. اول شيء ما كنقولوش حنا من عارف نصاب كاي نصاب، نصيب علينا من طرف الحكومه، من طرف الجماعه اول شيء، من طرف العماله ثاني شيء، وزاره الخارجيه، سماب، البنك، كل النوطير، النقابه ديال النوطيرين. حنا اول شيء الا جينا نشوفوا راه عندنا حق عند النوطير، عند نقابه النوطيرين، لحقيتاش حنايا بعقد ديال النوطير لانه دابا في السجن. وتنتاسف بزاف لان الحق ديالنا ضايع. كنشوف انا الناس واخدين الاراضي بحال الناس اللي مالكين الملك العام وتيعطيوهم. حنا فلوسنا عندكم، حنا بامكانكم تعوضونا كما كتعوضوا واحد الدوار وكتعوضوا واحد الناس. الدوله حنا كحنا متابعين الحكومه، حنا شكون نصيب علينا بالقانون، نصيب علينا بجماعات، نصيب علينا العامل، المقر ديال العامل ديال بوسكوره، المقر ديال الشركه ديالنا حداه. انا ما كنحملش المسؤوليه، راه نصاب كاي نصاب، 20 عام 30 عام، انا بغيت فلوسي. انا ضحيه من الضحايا. السيده شوف الحاله ديالها، الناس وفات كثيره وقعت لينا في ضحايا باب دارنا، 14 شخص اللي توفى بسبب هذا المشكل. الناس مازالين صغار من 20 عام، كاين تبارك الله الناس اللي يلاه بادين حياتهم وضاعت لهم حياتهم، منهم انا اللي انني كنت الشلل النصفي، معنا الناس في غلوريا عندهم شلل نصفي. كاين بزاف ديال الناس اللي هذا النصب اللي حسبي الله ونعم الوكيل، الله الوطن الملك. حنايا التدخل ديالنا كنطلبوا جلاله الملك، ما كنطلبوا حتى واحد، كنطلبوا التدخل جلاله الملك، حيت عينا القضاء راه واخد المجرى ديالو، ولكن القضاء يعطي 30 عام؟ اش غندير انا ب 30 عام؟ انا ما عندي ما ندير ب 30 عام، انا ما عندي ما ندير ب 40 عام، انا باغا فلوسي، انا باغا فلوسي. انا كنت خدامه في الخارج، خدامه في بلجيكا 40 سنه، دخلت لبلادي باش زعما نشري فين نسكن وفين ندوز اللي بقى ليا في عمري. صدق هاد السيد هذا نصب علينا، ولكن انا 112 مليون درهم. البعضين ماشي بزاف، ولكن ليا انا بزاف، ليا انا اللي ضربت التماره راه تلقاها بزاف. وما ماشي داهم لينا هكا، راه داهم لينا بالنوطير، داهم لينا بالقانون، بالقاليزاسيون في الجامعة الحضرية. النوطير أول كلمة سقسيته قلت لها سيدي واش زعما ما كاين حتى مشكل، قلت لها أنا أول مرة غنشري في المغرب، واش ما كاين حتى مشكل؟ قال لي مدام أون تيكسيالمون أون بون فرونسي، قال لي جو سوي أن أوم دو لوا، جو نسخي جامي داكور بور ليسكروكري ولا زعما بور كيلكو شو. تنطلب سيدنا الله ينصرو يوقف معانا ناخذ رزقنا. حنا الحبس ديالو شنو غينفعنا؟ ما غينفعنا بوالو، حنا بغينا رزقنا يرجع لينا.